مرحبا بكم، مرحبا باسئلتكم، وغنمشيو مباشره استاذي ناخذ معنا مكالمات المستمعين. ناخذ معنا انا لاله صفيه من الرشيديه. صباح الخير لاله، مرحبا بك وعشر مبروكه. صباح الخير اختي لاله، كي دايره؟ الله يطول عمرك بارك الله فيك. بغيت نهضر مع الدكتور الله يجازيك بخير. مرحبا تفضلي. بغيت نسول الدكتور على واحد الحاجه سميتها البكبوكه. ايوا سميتها البكبوكه. البكبوكه وحبات العزيز. ايه حتى كنصوب الزميطه الناس، وكاين شي عيالات كيقول لي دير لها ديك البكبوكه وحبات العزيز حيت كتغلط، وهذا الشيء ما فيهش زعما شي ضرر ولا شي حاجه. واخا هاد بكبوك هاد المصطلح، لان الثقافه المغربيه بحر بالنسبه لهاد البكبوكه. شنو يعني شنو كتقصدوا بها انتم؟ العيالات كيقول لي هذه راه كتغلط زعما. لا واش هذه عشبه ولا شنو هي صفيه؟ شوف كتغلط، راه كاينين اشياء سامه اذا درناها راه كيقولوا الناس ديروها باش تغلط. مي انا بغيت نعرف هي انتم عندكم شنو المقصود؟ بحال مثلا دابا هاد المصطلحات اللي كتقال كل منطقه الا وعندها، بحال مثلا دابا الزرع راه كاينين في منطقه ديال الجنوب ديال طاطا عندهم الزرع هو الشعير ديالنا. يعني كاينه مصطلحات اللي تختلف. نتوما البكبوكه شنو كتقصدوا بها؟ شنو يعني الا كان تعطيني شي اسم اخر من غير شنو نوع؟ واش نوع ديال الحبوب؟ واش نوع ديال الزراعه؟ شنو بالضبط؟ بحال لفت الياس كتكون مدوره بحال لفت الياس. واش هي كتبع على صفي عند العطار على سنه عشبه؟ كتبع عند الشاب زعما معروف، زعما كيشروها عند الناس كيحل لها حدا الحانوت ديالها. اذا هي بحال عشبه استاذي بحال نفس اليابس. وداك حبه العزيز كانت المذاق ديالها بحال القرقاه وقدها قد كاوكاو الغليظ. واخا نوجهك لاله، نوجهك ان شاء الله. انا كنقول لي واش زعما ما فيهاش كيقول لي البنات ملي كنصوب لهم الزنبطه هذيك البنات اللي كيقراو داك الشيء ما كيكونش عندهم الوقت. واخا الزنبطه شنو كديري فيها؟ شنو كديري فيها لاله هاد الزنبطه؟ الزنبطه العاديه بالاعشاب، حبه الحلاوان، نافع، الجنجلان، كاوكاو، الزنيطه عاديه، غير كنزيد فيها داك الحاجه اللي قالت لي زيد فيها هذاك الكبوكوخ تاع زيت كنزيد فيها. واخا واخا الله يجازيك بخير، وضح لي استاذ الله يجازيك بخير. واخا نجاوبك ان شاء الله، نجاوبك. الله يرحم لك الوالدين. نعم. مرحبا بكل فرح، تفضل استاذ. هو هذا السؤال يتطلب اختي سكينه تقصي. يعني باش نقول لك مسميات الاعشاب كتختلف من منطقه لمنطقه تختلف، وبزاف الناس كانوا كيستعملوا بهذ الاعشاب اللي جدودنا كانوا كيستعملوها بكميه دقيقه جدا، حنا ما كنعرفوش نستعملوها بنفس الكميه، فكتقدر تولي سامه، وهذه هي الخطير في الاعشاب وتعامل الناس مع الاعشاب. من قبل الامهات راه كانت القبيصه، الكميشان، الترافيلي الدين، وفعلا لقوا المختصين بان هذاك العبار هو اللي كان خاصو يتستعمل بديك الطريقه. دابا حنا ما كنعرفوش ليه. هو الاحتكاك ديالنا بالثقافه كيخلينا نعرفوا بزاف المصطلحات وتخفى علينا بزاف ديال المصطلحات. داكشي اش قلت انا مختص ديال التغذيه راه خصو يكون عنده إلمام بالثقافه ديال المجتمع اللي هو عايش فيه. دونك انا ان شاء الله غادي نشوفوا هاد البكبوكه شنو هي. مي سؤال انا غنأوله، السؤال هو واش الزميطه، واش غناخذوا الزميطه في رمضان واش عندها بلاصتها في رمضان؟ الجواب هو الناس غيرجعوا للحلقه ديال الزميطه اللي هضرنا عليها. اما هذه المساله ديال كتزيد في الوزن وهذا الشيء، هذه وصفات، انا قلت وصفات اكل الدهر عليه وشارب بسيدتي الكريمه. ما اللي عجبني انا في السيده صراحه واللي كنحييها عليه هو حرصها واهتمامها على الناس اللي كتعامل معهم. هذا اجمل شيء في الامر اللي هضرت عليه السيده. ما انا كنقول الناس الزميطه خليوها حتى لورا رمضان، هذه الخلاصه ديالي، وكنت هضرت عليها وعطيت التفاصيل العلميه عليها، وان شاء الله من بعد اذا كانت فرصه في الحلقات المفتوحه ممكن اننا نعاودوها، ما كاينش مشكل، نعاودوها التفاصيل هذه كلها ما كاينش مشكل. مرحبا. ناخذوا معنا مكالمات بطبيعه الحال، وناخذوا معنا اسئله المستمعين وسنرحبوا بها. واكيد انه فقط دقيق قبل ما ناخذ مكالمه استاذي نعاود نرجع عندك واحد النقطه مهمه بزاف، خاصه في رمضان بزاف ديال الناس كيستعملوا بعض من الاعشاب، بحال مثلا كيستعملوا حبه حلاوه، النافع، يعني الكامون البلدي، كيستعملوا ايضا ديك باديانا اللي على شكل النجمه، القرنفل، يعني هاد الاعشاب هادي، البابونج، الزعتر بالانواع ديالو، الزعتره، هاد الاعشاب واش تعاملنا معاهم كيبقى؟ حيت احيانا تيقول لك الا خلطتي هادي مع هادي كتقدر تعطينا مشاكل خاصه بنادم صايم. لا
لا شوف شوف اختي سكينه، حنا كما قلتي قبيلتي المغاربه كانوا كيقولوا كبيسه والرويز ديال السبيعات مثلا، يعني كان واحد كميه ضئيله جدا ما كاينش مشكل. بالنسبه لهذه هذه اعشاب هي غذائيه، راه شوف راه راه بحال النعناع، مي كنقولوا حنايا الزعتر بحال النعناع، هو فيه دي برانسيب اكتيف والزعتر فيه دي برانسيب اكتيف، غير هو الاستعمال ديالو. انا بالعكس لست ضد الاستعمالات ديالها تماما، بالعكس راه خصها تستعمل طيله السنه. واش غير الخبز المغربيه، غير الخبز، الخبز راه فيها حبه حلاوه النافع، الزنجلان، الحبه السوداء، زريعه الكتان، فيها الحبوب هذه كامله. جوست ملاحظه بسيطه جدا، هما عند المراه الحامل، المراه الحامل هي اللي ترد شويه البال، باسكو هذوما فيهم دي فيتوستروجين ممكن ياثروا عليها اذا كانوا بكميه اللي هي كبيره. اما الاستعمال العادي ديال القرنفل، استعمال ديال حبه حلاوه، ديال الكمون بلدي مثلا، مي غدير مثلا بيضه مسلوقه غدير معها كمون بلدي، مي غطيب مثلا تقدر دير كمون بلدي، مي كيديروا خوتنا مثلا طنجيه قدر يدير كمون بلدي، ما كاينش مشكل تماما الاستعمال ديالها، مي ما نكثروش، ما تكونش بواحد الكميه. لي زانتيراكسيون او لي في كوكتيل او لي نيو برودوي ما كيكونوش بزاف في حاله الا كانت الكميه اللي هي قليله. فوقاش حنا كنخافوا مي كيكونوا الخلطات، مي كيكونوا الوصفات، مي كتكون التركيز اللي هو طالع. تصور دابا واحد الحاجيات ديالو ديال واحد العشبه ديال العام كامل كياخذها في خلطه، هذا خطير جدا. علاش؟ لان لي برانسيب اكتيف اللي كاينين ما تقدرش تتعامل معاهم الكبد بحال ادويه، ولي في اللي كيتسماو لي في كوكتيل او لي زانتيراكسيون اللي كيعطيونا لي نيو برودوي. شنو هما لي نيو برودوي؟ هو الا خلطتي الباراسيتامول مع الدواء القلب، علم الله شنو غيخرج لك لا موليكيول هذه، حتى شي واحد ما يقدر يقول لك شمن موليكيول غتخرج هكاك عاوتاني. ما احنا في علم الاعشاب اكونديسيون ان يكون لابوزولوجي، كتسمى لابوزولوجي هي كميه بسيطه. الفارق فاش في الكبده، انا بالنسبه لي يعني قدره تحمل الكبد ولا كونجوغيزون اللي كديرها الكبد مع الاعشاب، اللي عنده كبد قوي ممكن انه ياخذ كميه شويه زايده، ما اللي عنده كبد ضعيف راه بارفوا كيكون مشكل. وباش كنعرفوا الكبد قوي والكبد ضعيف، وانا حبذا ان هذا استعمال الاعشاب تكون 3 ايام الاولى بتحفظ، من مورا ال 10 ايام الاولى كيكون بيان سور، مي كنهضروا على النصائح اللي ديما كنهضروا عليها، ورا ال 10 ايام ديال رمضان، ديما العشر ايام ديال الاولى ديال رمضان صعيبه شويه على الجسم ديالنا. علاش؟ انا نقول لكم علاش بعجاله. جسمنا المناعه مي كتصوم، كتجي المناعه كتصنف الخلايا ثلاثه ديال الانواع، ثلاثه ديال العائلات، الخلايا القويه، الخلايا متوسطه القوه، والخلايا الضعيفه. 10 ايام الاولى الجسم كيدير اللوتوفاجي. شنو هي اللوتوفاجي؟ الالتهاب الذاتي ديال الخلايا الضعيفه كامله. كيبقاو عندك في العشر ايام الاولى كيبقاو عندك الخلايا متوسطه القوه والخلايا القويه. شوف سبحان الله، الله سبحانه وتعالى عطانا 30 يوم في رمضان، تصوروا كنا كنصوموا غير 10 ايام، اي موتوا على الخلايا الضعيفه وصافي. مي بقات لنا واحد الخليه كتسمى متوسطه القوه. هذيك العشر ايام الثانيه كيبدا الجسم كيتعامل مع الخلايا متوسطه القوه باش كيردها، كتزول وكتجي سكون ابل حنا لا جينيراسيون، لا نوفيل جينيراسيون ديال الخلايا، يعني الجيل الجديد ديال الخلايا، عظم جديد، عين خلايا العين جديده، خلايا الدماغ جديده، خلايا حيدي خلايا الذاكره اللي كاينه في القلب وكاينه في ليبوكومب اللي كاينه في الدماغ، وهذا شيء جميل جدا. فيمكن اننا نزيدوا شي شويه الكميه ديال الاعشاب في الاستهلاك ديالنا من بعد 7 ايام و10 ايام الاولى ديال رمضان تماوي. وانا كنقولها للناس اجتهدوا عفاكم، وداك الساعه انا لا احب هذاك المصطلح ديال نضربوا عصفورين بحجره، لان احنا ما كنضربوش العصافير. ما كيكون عندنا جوج ديال الاهداف، الهدف الاول ديما 10 ايام الاولى ردوا منها البال واجتهدوا فيها مزيان عفاكم. علاش؟ لان ال 10 ايام الاخرى في رمضان جوائز بما في ذلك ليله القدر والجانب الديني، فالجسم ديالنا كتكون كتحصد الجوائز، كيجيك الجائزه الاولى، الجائزه الثانيه، الجائزه الثالثه، الجائزه الرابعه، 10 ايام كل نهار كتاخذ جوائز. مي ال 10 ايام الاولى ترتيب البيت، ازاله الخلايا الضعيفه والله، وتشوفوا فيلم قصير. زعما بامكاني انايا ندير شي فيلم قصير، نصور لكم فيلم قصير شنو كيوقع في الجسم في 10 ايام الاولى، سترون العجب العجب. عرفتي اروع ما كاين في الفيزيولوجيا تشوفوه في رمضان، والله العظيم وسبحان الله. الله سبحانه وتعالى قالها، ما قالش استثناء، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. عرفتوا اخوتي غير الخليه انكا، الخلايا القاتله
الناتشورال كيلر، الخلايا القاتله راه ما كتعرف لا باك صاحبي ولا رشوه ولا حتى حاجه. الخلايا القاتله كتعرف رشموا لها الخلايا الاخرين، الخليه اللي غتقتلها كتمشي كدير فيها ثقب كيتسمى البيرفورين، كتخوي فيها المونوكسيد دازوت وحادي اكسيد الازوت، والنتيجه ديال هذه العمليه خلوف الصائم. الرسول صلى الله عليه وسلم هضر على خلوف الصائم عند الله افضل من المسك، راه هي خلوف الصائم بسبب هذا حرق هذه الخلايا. 10 ايام الاولى اجتهدوا فيها مزيان، علاش؟ لان كيكون فيها ترتيب البيت وكيكون الجسم كيصنف خليه قويه، خليه متوسطه القوه، خليه ضعيفه، الضعيفه مشات، متوسطه القوه مشات، كتبقى هي الخليه القويه. وما اجمل الصيام لانه كيقوم بهذه العمليه هذه. مرحبا. مرحبا. وناخذوا معنا السي حسن من اكادير. مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. رمضان كريم علينا وعليك، باش ما سمعنيش لكن اخت سكينة الدكتور وكافة المغاربة والمسلمين، اللهم ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا مبينا. هذا من جهة، هذا من جهة. فيما يخص هذا الدكتور، ما يخليك الرياضة خلال الصيام، الرياضة خلال الصيام. انا كمعتاد على اللعب وهذا، هل الاحتفاظ وشحال المدة متداولة؟ هذا من جهة. وقضية التغذية، هذاك التمر بالفرد شحال تتكون صينا ناكلو في الفطور؟ 5 7 هذا من جهة. انا بالنسبة للتغذية، انا السحور انا تنشرب فيه المقلي شي حاجة هذا وتكون بخير الحمد لله، ما حكيتش تتعود شعوته. ولكن الرياضة ملم بها وعملها مدة سنة وسنوات وفي رمضان والحمد لله، ولكن شحال المدة؟ وهذا الله يحفظنا ويحفظكم وجميع. بارك الله. شكرا. مرحبا سي حسن. مرحبا. تفضل استاذ. دونك نبدا باخر نقطة، هو انه سي حسن قال انا كنشرب الماء. نعم نقدر نتفق معك، وهذا الشيء هذايا اكيد، مي دائما كاينه لومبخانت فيزيولوجيك، هذا الشيء كيصلح معك سي حسن، واحد اخر ما يصلحش معاه. والقاعدة لا، يعني دائما نبني على القاعدة ولا نبني على الاستثناء في جميع المجالات. دونك انت يا ربما تكون حالة استثنائية كالعديد من الحالات. ما الفطور السحور ضروري، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، وقال عجلوا الفطور وأخروا السحور. هذه آخر نقطة. النقطة ديال الفرد، فيما يخص استهلاك التمر بالفرد، كاينة حقائق علمية اللي هي فيها بعض الشوائب، وكاينه حقائق اللي هي مضمونه وثابته. ما انا اللي غنقول علاش دائما كنقولوا خذ بالوتر، يكفينا بحال مثلا الصيام. الصيام ماشي ضروري نعطيو فوائد الصيام باش نقولوا الناس صوموا، علاش؟ لان الجانب الديني والاسلام يعني من فرائض الاسلام الصيام، صافي. ما هي الناس تأنيس، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الوتر، صافي. ديما الناس كيعرفوا باللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الوتر، وبالتالي 3 تمرات 5 تمرات 7 تمرات. من حيث الفيزيولوجيا كاينه حقائق كثيره، مالوغوزمون ما كاينش الوقت باش نوضحها. عندها علاقه بالنسبه للفريكتوز، عندها علاقه بثلاثي الجليسيريد، عندها علاقه بعض الامور علميا مضبوطه، وبعض الامور غير تزادوا فيها بعض التوابل، باش بعض المرات كيبغيو بعض الاخوان يزينوا الماده العلميه، لان هي اصلا ما صالحاش، وبعض المرات كنزيدوا عليها بعض الامور. فيما يخص الرياضه سي حسن، ان شاء الله الا كنا من اهل الدنيا، فانتقصتي واحد الموضوع اللي هو غدا ان شاء الله عندنا على الرياضه التغذيه ورمضان، دونك مثلث غنتحدثوا فيه من اجل خلق واحد التوازن بين الصيام والرياضه والتغذيه، فهو الموضوع ديال غدا ان شاء الله. نتمنى انك تكون في الاستماع اذا كنا وكنتي من اهل الدنيا ان شاء الله، وغدا عندنا الموضوع هذايا بالتفصيل ان شاء الله. مرحبا.